هاي، ازيكم؟ النهارده انا عايزه اكلمكم عن 5 كريمات انا ما بستغنيش عنهم. هما كلهم موجودين في الصيدليه عادي ومتوفرين، وكمان سعرهم رخيص جدا. كل واحده فينا عندها في البيت كده يعني صيدليه صغننه بتبقى فيها اساسيات ما بتستغنيش عنها. انا شايفه ان ال4 كريمات دول واحد مرهم، انهم اساسيين في اي صيدليه في البيت، لانهم بجد منقذيني في المواقف الصعبه من كتر ما بحبهم، فقلت لازم اكلمكم عنهم. ايه هما بقى؟ هما الجرام ياسين، ده مرهم، وفيوسيدين، ده كريم مضاد حيوي، وزيه بالظبط اللي هو الفيوسي كورت، ده برضو مضاد حيوي. هقول لكم ليه انا جايبه نوعين. والبانثينول اللي هو كريم مرطب، وكريم الميبو بتاع الحروق. طيب، اول حاجه مرهم جرام ياسين، ده من اقوى المضادات الحيويه اللي ممكن تستخدميها على اي حبايه، اي التهاب، اي حاجه. مرهم، فهو ملمسه سميك جدا، فاعتقد ان هو بينجز، يعني بيخش على البكتيريا بيقتلها وبينجز على طول، فده انا ما استغنيش عنه الحقيقه. هو سعره 7 جنيه. الكريم الثاني وهو الفيوسيدين، الفيوسيدين ده مضاد حيوي. الفيوسيدين منقذي في المواقف الصعبة، لانه اي حباية برضو بتطلع كده طارئة او اي التهاب، ببقى مش عايز استخدم عليها حاجة تقيلة زي الجراميسين، فبجيب الفيوسيدين بينجز معايا وخفيف جدا على البشرة وبيدخل على طول على البكتيريا يقتلها، وتلاقي 2 3 الحباية راحت. ليه بقى انا بجيب برضو الفيوسي كورت ده؟ رغم ان هو تقريبا نفس المواد الفعالة اللي موجودة في الفيوسيدين، وهما الاتنين مضاد حيوي وهما الاتنين كريم، بس انا ليه بجيب الفيوسي كورت ده؟ هو ده سعره كام؟ 36. بجيب الفيوسي كورت لانه اي بشره او اي جسم او اي حاجه، مهما كان بتحبي حاجه ومتعوده عليها وبتنجز معاكي وبتستخدميها على طول، بيجي عليكي وقت خلاص البشره او الجسم اخد مناعه ضد الحاجه دي، فمهما تحطي ما بتجيبش نتيجه. فانا من وقت للتاني بحب اغير، يعني انا على طول مستمره على فيوسيدين، ده الاساس عندي. بس لو طلع لي حبوب كده فتره وحطيت الفيوسيدين مش جايب نتيجه، فبحب ان انا اغيره بحاجه تانية تشتغل على البشره نفس الحاجه تقريبا، او بتخش على البكتيريا تقتلها. فالفيوسي كورت برضو مضاد حيوي، يعني بحاول ان انا ابدل ما بينه وما بين الفيوسيدين عشان بشرتي بتتعودش على حاجه معينه، فبعد كده مش هتجيب نتيجه معاها. ده السبب ان انا جايبه نوعين مضاد حيوي، هما الاثنين زي بعض تقريبا. بنسينول الكريم المرطب الاول بالنسبه لي، اولا هو كريم طبي وريحته تجنن، ريحته تحفه، خفيف جدا على البشره، بيخش على طول في البشره، يعني بتمتصه بسهوله، وفي نفس الوقت ما بيزيدش ولا بيدهنن ولا اي حاجه، وكمان سعره رخيص جدا. انا مش عارفه ايه سعرها كام بالظبط، مش مكتوب عليها، بس هو عامه يعني سعره رخيص. وفي قالوا ان هو في انبوبه منه اكبر، بس يعني انا كان مشكلتي مع ان هو حجمه صغير جدا، بس في قالوا لي ان هو في منه انبوبه اكبر يعني. بس عامه هكلمكم على كريم تاني ان شاء الله في فيديو الحاجات اللي انا خلصت عندي، وهل هرجع اشتريها تاني ولا لا. هقول لكم على كريم انا كنت بحطه بيرطب وتحفه وما بيزيدش ولا بيدهنن ولا اي حاجه، بس بعديها مثلا بساعتين خلاص ما بحسلوش تاثير. بنسينول من اقوى الكريمات المرطبه، وبيخش اصلا في البراندات الهاي اند والحاجات دي كلها، بتلاقيه داخل ككريم مرطب بيدخلوا البنسينول، يعني بيدخلوا الماده الخام، فاحنا واخدين الماده الخام نفسها بنحطها على بشرتنا، فبحس ان الترطيب بتاعه بيقعد شويه، مش مجرد ان انا حطيته وخلاص رطب لي في وقتها وخلاص شكرا على كده، لا، بحس ان هو بعديها بفتره انا بشرتي برده لسه مترطبه، ويكفي ان هو حاجه طبيه فمش هتسبب اي حساسيه او هتضر البشره باي شكل. الكريم الاخير اللي هو ميبو، وده انا بحبه جدا جدا جدا، مش بس هو اصلا معمول للحبوب، بس انا مش بستخدمه بس عشان لو في حرقه او اتلسعت من حاجه او كده، بس هو بينفع ان هو يهدي البشره جدا، لو في اي تعويره اي التهاب، حابه ترطبي بشرتك بشكل اعمق شويه او تخليها نضره كده، هو بيرطب جدا. انتوا متعرفوش ان ميبو ده اصلا بيرطب، وانا مصممه اعمل لكم فيديو عن ميبو مخصوص عشان انا حصل معايا موقف وهو الحقيقه انقذني. بس عامه هو من الكريمات اللي انا بستغناش عنها، هو سعره دلوقتي 52 جنيه، بس هو يستاهل
يعني هو بجد يستاهل. وانا عارفه ان في ناس ما بتحبش ريحته قوي، بس انا بحب ريحته عادي، متقبله ريحته جدا، خاصه انه هتحسه بالترطيب وهتحسه ان هو هدى البشره، وهتحسه فرق لما تستخدموه على طول على بشرتكم، يعني مش على مكان الحبوب او مكان الحروق بس. بس كده، فدول كانوا الاربع كريمات والمرهم اللي انا شايفه من وجهه نظري انه ما ينفعش حد يستغنى عنهم. دول المفروض يكونوا في اي صيدليه صغنونه موجوده في البيت، لان هم بينجزوا على طول، وفي نفس الوقت كلها كريمات طبيه، ما مش هتسبب مثلا اي حساسيه لحد او حاجه، او مثلا ما ينفعش حد يستخدمها. اعتقد ان هي متاحه لكل انواع البشره بكل الطرق، بتحطيها على مكان الحبايه بتجيب نتيجه، بتحطيها على البشره كلها بتهديها، ليها اكتر من فايده. فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجه جديده. قولوا لي ايه انطباعكم عن الكريمات دي، مين هتشتري فيهم ايه، او مين جرب ايه وجاب معاه نتيجه. وقولوا لي كمان عايزين ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. بشكركم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.